السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ جدا. لا انا قلت خلاص النهارده عاملين مقلب في ابويا، ربنا يستر المقلب ده يطلع على خير. المقلب النهارده هيكون عباره عن ايه؟ هنعمل ان انا وعمار ده واحد صاحبي اول مره يظهر معانا في القناه، وعنده قناه برضه اسمها ايه التيم، يا ريت تدخلوا دلوقتي هتلاقيها في اول تعليق، وكمان في الوصف ادخلوا اعملوا اشتراك كله وشوفوا الفيديوهات اللي بتنزل عنه. جهزوا جوانا هتكلم. بصوا يا جماعه، المقلب النهارده هيكون عباره عن ايه؟ انا وعمار هنكون قاعدين كده مستقنيسين على السرير، وقاعدين بقى بنشم بودره، حتى دي 5 جنيه اهي. ده ايه؟ مش بودره، الحكومه ما تتفرجش علينا. بصوا انا دلوقتي كده احط البتاع دوت اللي هو تحت العين عشان برضه عشان ايه؟ يبان ان هو بيشد. مش هينفع نحط الحسن طبعا عشان اكيد ابوه حافظه. عشان انا مش هينفع احط، لان كده ابويا عارفني وبيشوفني كل شويه، مش في يوم وليله تلاقي. لكن عمار ايه؟ يعني اول مره يجي البيت هنا، اول مره ابويا يشوفه. يحيى بقى دوره في الليله دي ايه؟ ان هو يتصل بالحاج الجديد. هيكلم ابويا بقى ويقول له ايه ويجيبه على ملا وشه. وتسمعوا دلوقتي. وطبعا ربنا احنا قلنا يحيى هو اللي هيجيبه، لان يحيى ابويا ماسك فيه شويه. بعد النهارده مش ماسك فيه خالص. عندي السبيكر. افتح السبيكر، محدش يتكلم، بس ايه هو بيتكلم. الو. يا بابا انت فين؟ طب كويس ان انت عند البيت، انا عايز اجيبه بسرعه بس. لا ده في حوار كده، عايزك تيجي بسرعه بس. لو جنبك تاكسي ولا اي حاجه خده وتعالى، انا اهم حاجه تيجي بسرعه. بسرعه بس، الدنيا والعه في البيت. بسرعه معلش، الدنيا والعه عندنا في البيت، فعايزك تيجي. ما تشد شويه. يا اما تيجي هقول لك بس بسرعه عشان الدنيا والعه في البيت وفي حوار كبير و... تعالى بس انت بسرعه. ما انت مش جنب البيت يعني، هتيجي تعالى بس وانا هفهمك بسرعه بس عشان انا معيش اصيل. يلا سلام، بس ما تاخرش. يلا اخطف رجلك وادفع فتيه وتعالى. يا سلام، انا كده مهمتي انتهت. كده مهمتي انتهت كده، احنا خلاص هنستناه قدام 5 دقايق. ممكن دلوقتي نقفل الكاميرات، هنقوم دلوقتي نثبت الكاميرات وكل حاجه لحد ما يجي. طب ده بقى من الناس يا جدعان، ده مش بودره. ده طبعا دقيق بلدي مستورد مصري فاخر. هو حد يبقى يعرف يجيب البودره دي كلها اصلا؟ انا اسمع انها الكيلو مش عارف ب 100 مليون جنيه ولا حاجه. زوم ان هنا، زوم ان هنا. بص دي سطور مسطرين لهم بقى اهو. في يا جدعان سطرين. انتوا هتشيلوا زوم الطبق ولا هتشيلوا؟ حتى كارنيه الجامعه انا بعمل بيه. لا هو احنا مش حاطين. طب يلا نقوم نجهز الكاميرات، يلا انتظرونا هنثبت الكاميرات ونرجع لكم تاني اول ما الحاج يجي. مش هتهاولوا هم يشدوا بالطبق. طبعا يا جماعه احنا ثبتنا الكاميرا هنا اهو، وحسن هناك بيحط الكاميرا الثانيه. ماشي، وهنا في كاميرا كمان اهي. ربنا يسر، اضغطوا لايك للفيديو ده وصلوا اكبر عدد من اللايكات، وكمان اشتركوا في القناه واللي لسه ما اشتركش، وكمان فعلوا الجرس عشان يوصلوا لكم جديد. يلا ندخل نقعد جوه بصراحه على التسريب علينا. احنا هنا مثبتين الكاميرا. انا طبعا دوري في المقلب ان انا ايه، مش هبقى ظاهر معاكم. انا المفروض ان انا هاجي على صوت الحاج وهو بايه بيدور في مطر. بص انا هطلع انا فوق وانا هبقى على السوق. ماشي، حاول تجيبه معايا. انت بتعمل ايه؟ ايه ده؟ ما بنعملش حاجة يا ده، احنا انا قاعد انا صح. قوم وقف تعالى لي هنا. انت منين؟ منين؟ انا مش شبرا. شبرا؟ تعرف حسن منين؟ صح. ها؟ صح. صاحبك؟ في ايه؟ وقف قدام. احنا ما بنعملش حاجة، احنا قاعدين انا وهو شوية. قوم وقف. قوم نادي وقف فيه. في ايه يا قوم وقف. ايه اللي بتعمله ده؟ طب استنى، طيب احسن الحاجه تقع بفلوس كتير دي. لا فلوس كتير. طب استنى، هلمهم. طيب هلمهم. انت بتيجي تعمل ايه؟ لا حاجه، احنا هندفع فلوس دي يا حاج. تعمل ايه؟ الحاجه دي بفلوس، ينفع حد غيرها بقى؟ نجيب الرضا. يلا. تعرف حسن من امتى؟ اقعد مكانك. طب الحاجه اللي وقعت دي يعمل فيها ايه؟ مكانك يا عم، قلت لك ما حدش يعمل حاجه يا عم، هخليك تاخده معانا.
استنى مش عايز اسمع صوتك لما اقول لك الكلام. الحاجه اللي وقعت دي فلوس احنا لسه شاريين. لما اقول لك الكلام طب تعرف حسن من ايه؟ كان زميلي على الدكتور. اقعد هنا اهو. كان زميلي. اقعد هنا اهو بقول لك. طب الحاجه اللي راحت الدنيا من فيها ايه؟ تعرفه منين؟ كان زميلي. يا محمد استنى يا محمد. يا محمد الحاجه هتقع. الحاجه هتقع يا محمد. الحاجات دي بفلوسها اللي تسيب. الحاجه دي لازم تدفع كمان ايه؟ خلاص. مش عايز صوت. انت مصطوم ازاي؟ مش عايز صوت. يا عم وقع بقى ما تطيرش اللي انا عملته. ايه اقفل بقى من حسن. طب انت بتعمل ايه يا حسن؟ طيب بابوي يجيك يا ابو دار اخر. لا ده انت بتعمل ايه يا محمد؟ ابوي جايبه من الاسم ان شاء الله. لا اوعى يا عم تعالى نقوم نلم الحاجات دي ونروح في حته نكمل نعملها. مش هنقعد نعمل الحاجات دي في البيت خلاص. ده نجاح يا طب ما تضربش بقى خلاص. طب ما اسمعش الصوت. خد ايه؟ صوتك ما اسمعوش. ايه طب يا حسن؟ اهدى؟ فين؟ ايه اهدى دلوقتي؟ يا محمد اوعى يا عم خلينا نمشي بقى. يا عم انت لما مشينا نتصرف احنا بقى. ماشي يا ابني ما تسمعش الصوت. انتوا حاسين؟ قلت لك تعالى نروح البيت عندكم الاول. انتوا حاسين؟ يا عم طب نشوف الراجل ده بس ماشي ولا شويه تعمل معاه ايه؟ ماشي؟ شوف بطاقته. دي بطاقه لسه صغيره تحت السن. انت بتعمل ايه؟ يا عم هو يا عم هيتصل بالشرطة يا عم احنا ناقصين. ده في بقك يعني. تعمل ايه انت مش للدرجه يعني؟ عشان تفوق يا محمد. يا عم مش ناقصين بقى الحاجات دي بفلوس. صوت اعوضك. صوت انت عايز. يا محمد يا عم انت بتهزر. شوف سيبوا يعملوا اللي هيعملوه. ده اتعلم الحاجات دي. هتعملوا ايه يا عم؟ ما تسمعش صوت. فين الطاقة؟ كل كلمة هتطلع حتى. ما النهار هو مش الوقفة بيوم الوقفة بيعملوا كده. مين اللي بيعملوا كده؟ هما بيعملوا كده الناس كلها. انت بتشوف ابوك عمل كده؟ ها؟ ماليش دعوة. حسن شفت ابوك عمل كده؟ حسن ماليش دعوة. هو الناس كلها بتعمل كده. حسن ابوك عمل كده. عمال تضرب. بتشدوها ازاي يا صاحبي؟ مشيتها يا اسطى. لا مش كده. انت بتاخدها بص بتحطها في طبق الفلوس عشان تدخل جوه. انت كده خدتها في بعض مش في الاصل. طب افتح. احنا احنا بنعمل مقلب. سارة جابك لا اول ما دخل بيديني احنا بنعمل مقلب. حبينا نضحك معاك. ابعد العزام بس. مين اتصل بيا فيهم؟ يحيى وربنا يحيى. يحيى وربنا يحيى. هو ده جاي يعني جبني وحطني وجبني جاري عشان تعمل مقلب؟ خلينا اتكلم الراجل. هو احنا كده الاتفاق ده اكيد رد فعلك. ده هو ده انت ما ضربتش يا عم. ده بيضرب بجد. ده انا اترقع من ساقي ورجلي و... ده لسه حتى الحزام بس يا عم. هو لسه فين خلاص؟ ايه بقى خلاص يا عم ما تديهولوش. لا هشوف يحيى فين. يحيى جيت. ما هو متصل بيا. ما هو طلع. طب تعالى تعالى. لا لسه المقلب ما خلصش. لا خلاص المقلب انت. طب انت احسن عشان ما نقفلش الكاميرا. عشان ما نقفلش الكاميرا تنزل تدور فيا الضرب تحت. تعالى تعالى. الناس يا ما هو كان بيتكلم ده معنى وهو عارف. بس قول لي انت مش هو يعني امسك هات الحزام وقع مني. هات الحزام لا اجيب. هو مش عليك. هو فين؟ الحزام فين؟ الحزام امسك كده امسك كده.
خد حسابي. لا 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 يا جدع، ايه يا جدع؟ حط امسك انت، مش هتضرب، مش هيضربني يا عم. هو هتيجي عليا يلا. يا كفايه كفايه والله، ما حمد اللي قال لي والله. يا ريس كده خلاص يا ريس، مرامي البيت بقى. طب تعالى 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 عشان نحاول احسن. راح فين؟ ده ربنا يستر ما يكونش بيعمل حاجه تحت. طب تعالوا يا رب يكون المانب عجبكم. انا اكلت ضرب يا لهوي، الوحيد اللي ما ضربش في الموضوع ده كله انا، مع ان انا المفروض ان انا اتضرب اصلا. المفروض هو صاحبي هو اللي مبوظني وسكت وشدني معاه بالسكه دي. انا كنت مرعوب بس انت اكلت ضرب. ولا يحيى اي كلمه يحيى ده اللي خرجت واقف لسه بقى في الباب المفتاح لقيته راح شدني. ما انت لازم تتضرب، ما انت اللي قلت لي ما تضرب، بعد اشتري اكتر تشير اكتر. يا رب يكون المقلب ده عجبكم، ما تنسيش تضغطوا لايك للفيديو ده توصل اكبر عدد من اللايكات، وكمان اشتركوا في القناه اللي لسه ما اشتركش، وكمان فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده، واكتبوا لنا عايزين الفتره الجايه نعمل بقالك في مين، وتفعلوا الجرس. الفيديو ده يوصل كام لايك؟ الفيديو ده 5000. 5000 5000 لايك؟ 5000. انت كام لايك؟ لا انا هقدر ان انت تقولوا 7. 7000. كم يا محمد؟ انا 19. وانا كمان بقول يوصلوا الفيديو ده ال 5000 لايك عشان نعمل لكم في المقالب الثانيه الفتره الجايه. انا مش عارف اتكلم، الصدمه كانت صعبه وكده. انا مش عارف اعمل ازاي. ده اول ما دخل على الوش والتاني. انا ما اتضربتش بس كنت مرعوب قسما بالله. انا جريت. الحمد لله ما اتضربتش. صدق انا ممكن اني مسكك ليه زي يحيى. بيقول لك الدافع على الخير كفاعله، ما هو اللي قال لك انا اللي ربطته. يلا سلام. سلام طيبين. ما تنسوش تعرفونا عايزين مقالب في مين الفتره الجايه. ضرب نار. سلام. طبعا دلوقتي احنا اهو جبنا الحاج تاني بعد ما نزل وزعل مننا شويه، بس هو ايه خلاص احنا راضينا صح يا بابا؟ لا قول اه عشان ما يقفش الكاميرا، بس اللايك بتضرب فينا. اه بس برضه متغاظ. بس اهم حاجه ما تكونش زعلان مني. ليه بقى؟ يا حاجه اهم حاجه عارف ايه؟ طالما هم اللي عارف اهم حاجه ايه؟ تكون اهم حاجه ان انت اتضربت. فرحان فيك قوي. اه ده انا خدت قلم، القلم اللي في البدايه ده انا ما توقعش ان انت هتدخل تضرب على طول كده يا جماعه. والله انا اول ما دخل قال لنا كنت فعلا كنت بقول له يا حاج لانه ده بقى انا عارف انه مشيت بودره عايز يعمل ان انا اشوف. انت قول لهم بقى ان انت مش زعلان. انا مش زعلان بس ما تعملوش مقلب معايا تاني. طب اكتبوا لنا بقى في التعليقات عايزين مقلب في الحاج تاني ولا لا؟ قولوا ماشي. هو على فكره على فكره خليني اعمل موقف. الناس اللي طلبت مننا، الناس اللي طلبت مننا عشان بس ماشي. كل سنه وانتم طيبين ومش زعلان. على فكره كل سنه وانتم طيبين، حتى لو هم اللي طلبوا كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد ان شاء الله، وكل واحد متمني امنيه تكون اتحققت ولو ما اتحققتش تتحقق ان شاء الله، بس يشتغل عليها ويجتهد. وكل سنه وانتم طيبين وانتظرونا هنعمل بث مباشر الصبح صلاه العيد. عايز الكل يكون حاضر ويتفرج ان شاء الله يعني بصدقكم يعجبكم البث الاول. تنسوش لايك، اشترك في القناه، فعل الجرس، وصل الفيديو ده ب 5000 لايك. محمد اللي هيكسب. لا محمد هيكسب مين؟ حسن الضرب. اه ده مش تحدي ثاني، حسن الضرب. يلا اشوفكم على خير وفي فيديو جديد، مقلب جديد او تحدي جديد، انتظرونا. سلام.